ركنية عالية للأمام راسية. فيكتور أوسيمين يسجل هدف كفارة سيخيليا من ركلة جزاء. هدف ثاني. البارتي نوباي يسجل هدف ثاني. كفارة واحد على واحد أمام أوسينغو. كفارة مر تقدم بالكعب، الكرة في اليسار، أوليفيرا رأسية أوسيمين. عالمي يا أوسيمين، كبير يا نابولي. أوسيمين الذي يقاتل من أجل هاتريك. فيكتور يحاول يتفوق على شورس، يتفوق على شورس. كرة للأمام خطيرة. كفارة والهدف الثالث، الهدف الرابع فعلها ندومبيلي.